بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا تحت عنوان ادفع بالتي هي أحسن. فأنا بغيت نتعامل مع شي واحد، كيفاش نتعامل معاه؟ واش بالتي هي أخشن ولا بالتي هي أحسن؟ في سورة فصلت سيقول سيد ربي سبحانه وتعالى: وسيعطيني الهدي اللي هو غادي ينور لي الطريق ديالي في الدنيا ويعطيني النتيجة الإيجابية لدار يوم القيامة. تيقول لنا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا منهاج في الحياة. واخا النفس ما بغاتش، وحيت تكون عندي شي قوة تنبغي ننتقم وتنبغي يكون عندي الثأر، ولكن هذا لا يبني أمة ولا يبني أسرة ولا يبني مجتمعا. وغادي نعطيو مثال حنايا في الواقع، نخليو على النماذج ديالنا العالية السامية على رأسهم الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عليهم، ونجيو للتجارب البشرية. جا في المذكرات ديال نيلسون مانديلا حواري مع نفسي، أن نيلسون مانديلا رئيس جنوب إفريقيا السابق، سيقول في المذكرات ديالو: بعد ما وليت رئيس طلبت من بعض الافراد ديال الحمايه ديالي، معنا لي غارد كور ديالي، باش غادي نمشيو ونتساراو في وسط المدينه على رجلينا. دخلنا لواحد الريستو، واحد المطعم من المطاعم، جلسنا في بلايصنا، وطلب كل واحد منا داك الشيء اللي بغى واللي تيشتها واللي تيعجبو من الطعام. في الوقت اللي كنا تنتظرو هذاك اللي هو خدام، معنا داك الكارسون، باش غادي يجيب لينا الطعام، وقع البصر ديالي على واحد الراجل جالس مقابل معايا تينتظر حتى هو يجيبوا ليه الطلب ديالو ديال الماكله، الطعام اللي هو تينتظر واللي طلب. فقلت لواحد من هذوك الافراد ديال اللي غارد كور ديالي ديال الحمايه ديالي: سل عندك الراجل وطلب منه باش يجي ويشاركنا الاكل على الطاوله ديالنا. جا الراجل وجلسوا مانديلا جنبو، وبدا كل واحد منا تياكل الغداء ديالو، وكان العرق سيتصبب على الجبين الجبهه ديال هذاك الراجل، ويديه تترعاد ما شداش البلاصه وما قادش وقوى على باش يوصل يديه للطعام لفمو. بعد ما كملوا من الماكله مشى هذاك الراجل للشغالات ديالو، وقال لي الحارس ديالي الشخصي من ضلة يحكي في المذكرات ديالو عن نفسه، قال لي الكارد كور ديالي الشخصي: الراجل اللي كان ما بيناتنا تتبان عليه العلامات ديال المرض، كان يديه تيترعدو بزاف وما قدش باش غادي ياكل الا شي شويه ديال الماكله، خلى داك الشيء شايط تمايا ما كلاش كلشي. جاوبته قلت ليه: لا ابدا، ماشي كما تظن انه كان مريض. هذا الراجل هذا اللي شتي وجا جالس جنبي، هذا كان الحارس ديال السجن الانفرادي اللي كنت انا جالس فيه. وفي اغلب الاحيان بعد التعذيب اللي كان تيتمارس عليا، كنت تنغوت وتنطلب شي شويه ديال الماء باش نريق هاد الحلق ديالي، وتيجي هذا الرجل هذا اللي جا جنبنا دابا وكلا، تيجي وتيقوم واقف وتيبدا يبول على راسي كل مرة. لذلك كان تيترعد خوفا عندك نمشي نتعامل معاه بنفس ما كان تيتعامل معايا هو، ونضنا ونعذبو ونسجنو. ولكن ماشي هادي هي الأخلاق ديالي، فالعقلية ديال الثأر ما تتبنيش الدولة، في حين أن العقلية ديال التسامح تتبني الأمام. وهكذا سيد الخلق و حبيب الحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، رغم العذاب اللي عذبوه كل شيء، قال لهم: اذهبوا فانتم الطلقاء. هكذا كان سيدنا يوسف عليه السلام مع الاخوه ديالو، قال لهم: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. هكذا يجب ان نكون نحن، باش نكونوا بحال هذاك ابو ضمضم اللي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الصحابه: الا تكونوا كابي ضمضم تيسامح الناس كلها؟
المسامح كريم، نسامحوا الناس، غادي يرجع داك الشيء علينا حنايا باش نبنيو انفسنا ونبنيو اسرنا ونبنيو اممنا. اما الثار فلا ينفع اي شيء، وانما تيغذي النفس الاماره بالسوء. والسلام عليكم ورحمه الله.